الحرفة هذه الخيزران أول ما علمها راجلي وأنا علمها لي وبعد علمنا الأجيال والحمد لله معناها قاعدة ناجحة وجيل ورا جيل والحمد لله علمناهم الكل تبارك الله يخدموا. الانترنت ما عادش مخلي حد شيء معناها الناس كل انا نخدم وليت على ما تبارك الله تطور ثم تطور في نخدم على في الحديد على الحديد ثم صالونات وثم برشا حاجات طورناها وواكبنا الجيل والموضه وكل واحد يجي يقول لك نحب من الانترنت يجيبوا لي مثلا موديل تخدموه ولا لا نخدمه. بديتها من اللي انا عمري 9 سنين معناها توا عمري 43 سنة وصنع باهي معناها باهي وصنع عليها الاقبال وصنع وربي يهدي الصغار ان شاء الله يجيو يتعلموا صنع على رواحهم يجيو يتعلموا صنع وفيها مستقبل وفيها كل شيء. ماذا بيا يتعلم الشباب بنات واولاد زاد مش باولاد برك حتى البنات عندهم دور ويحبوا يوصلوا ويحبوا يخدموا في دارها تخدم تكمل قضيتها تشد تخدم على روحها.